أصبح الوباء معروف التشخيص وقادر الطواقم الطبية قادرة الطواقم الطبية على تشخيص هذه الحالات والتعامل مع الحالات وفق بروتوكول عالمي وبذات جودة عالية بتقديم الخدمات، ولكن هنالك مشكلة كمان، عدم توفر الحوافز وميزانية تشغيلية للمركز. حتى الآن من الموجة الثالثة من بداية أغسطس وحتى الآن وصلت أكثر من 45 حالة إلى المركز، 10 حالات وفيات، هذا ما استقبله مركز العزف في المستشفى الجمهوري، وهنالك حالات في المراكز الأخرى كمستشفى خليفة ومستشفى المخا. Ah.